اللي يتواصل عملهم في العادة لساعات متأخرة من الليل، واللي لقاو أنفسهم مجبرين على غلق محلاتهم منذ 7 مساء. من 6 معناها متاع العشية صاي تفرغ البلاد، نسكروا معناها مستنسين نخدموا نص الليل، معناها صاي معناها خسارة كبيرة للدول ويصير طول القطاع الخاص كما احنا مثلا ذرينا بالقدي بقدي، معناها كانت خدمة ماشية اللهم صل على النبي تو نقصت برشا. بعد الثورة الخدمة بدات تقل شوية، وزيد في الليل على الأقل يعوروه شوية، ما عادش يلقى روحه. ديجا تاكسي يقول تلقاها واحدين في الكمبيرات، و ثم إشكالية معناتها من الناحية المادية، خاطر تبارك الله من 8 لـ5 الصباح حسب ما قدرش من الساعة يأثروا برشا على التاكسي. وبين هذا وذاك فإن النجاح الأبرز في الكوفرفو كان للمؤسسة الأمنية اللي بلغت جملة إيقافاتها أكثر من 423 إيقاف في علاقة بأحداث الشغب اللي شهدتها بعض مناطق الجمهورية، وعملياتها الأمنية ما زالت متواصلة للتصدي لمختلف مظاهر الجريمة. شد مطار تونس قرطاج اليوم حالة من التشنج والغضب في صفوف المسافرين، بما أن الرحلات الجوية ومواعيد السفر تأثرت بحظر التجول اللي فرض أوقات مواعيد جديدة، وهو ما خلف استياء لدى المسافرين اللي تعطلت مصالحهم وحملوا المسؤولية لشركة الطيران، بما أنهم لم يعلموا المسافرين بتغير توقيت السفر حسب تصريحهم. قالوا لي راهو الفول خرج من 11 تاع الصباح، الورك الفول اللي تي بريفي 4:30، قال لي بعثنا لك ميل نوريكم الميل اللي ها هو اللي عندي اللي هو نخرج 4:30 نتاع العشيه، فما تقريبا 20 رقبه قاعدين في نفس الوحده، الناس ما عندهاش فلوس، ناس جايه من باجه، ناس جايه من الوحده، وحتى واحد معناه ما ينجمش يمالك ويقول لك اللي المسؤول اليوم نهار حد ما مش موجود. نجي مال الساعه قبل بثلاث سوايع، واش يقولوا لي؟ يقولوا لي الطياره معبيه برشا، بدلناها للعشرة تاع الصباح وما نجمش نعلموا الناس الكل. علمنا كان يعني نومبر محدد، مشاو العشرة تاع الصباح، الباقي يقول قعدوا، قال لك احنا ما نجموش نعملوا لك حتى شيء، الطياره مشيت تشري تذكره اخرى ولا تصرف، ما نجم. مره يقول لك كوفر فو، مره يقول لك تسكر تعبت الطياره تعبت، كل مره يقول لك حكايه. نورمالمون الفول نتاعي 4:30، جيت قبل بساعتين قالوا لك الطياره طارت، الطيارة طارت، معنا ما نعملو، اعطينا مسؤول نحكو معاه، ما فما حتى مسؤول، رمبورسو لنا فلوسنا، قال لك ما فماش، يعني ما فما حتى حل، قال لك حطيش المغدي، وانا مواطنة ما نجمش نستنى المغدي، خاطر غدوة للصباح بإذن الله 5 نتاع الصباح لازمني نكون فوق الخدمة. ورغم انه البعض ابدى تفهم للوضعية الحالية، فانه حالة الاستياء كانت طاغية على عدد كبير من المسافرين نظرا لالتزاماتهم المهنية. قامت ليلة البارح مجموعة من المنحرفين بقطع الطريق بالحجارة وإشعال العجلات المطاطية على مستوى مفترق حي الرياض بالحمامات من ولاية نابل، الأمر اللي استدعى تدخل الوحدات الأمنية في الجهة في إطار تطبيق قانون حظر التجول وملاحقة العناصر الإجرامية، وتمكنوا من إيقاف 15 شخص لتتجاوز أعمارهم 27 سنة، ومن بينهم 15 شخص من مثيري الشغب و10 من مخالفي قانون حظر التجول. هذا وقد كثفت قوات الأمن من تواجدها بدوريات متنقلة ومتمركزة في نقاط عدة، ومنعت أي عمليات نهب وسرقة وتخريب الممتلكات العامة والخاصة. بهدف إدخال الدفء ومد يد المساعدة لتلامذة المناطق الداخلية، خصوصا مع موجة البرد اللي تعرفها بلادنا المدة الأخرى، قام طالبات المبيت الجامعي نهج مدريد بالعاصمة بتنظيم قافلة مساعدات تتمثل في ملابس شتوية ورياضية وهدايا باش يتم توزيعها على تلامذة مدرسة القلاع من معتمدي التستور من ولاية باجة. الحملة اللي نظموها طالبات المبيت هي حملة شتاء دافئ باش تواجه المناطق الداخلية، وكيف جاء وقت اللي جات جاء طلب من مدرسة في المدرسة الابتدائية بالقلاع باش نتفقدوا أولادهم ونعديوا معاهم يوم، معناها مش ما نقولش كمساعدة، كمساندة لمناطقنا الداخلية، لبينا النداء. القافلة اللي انطلقت اليوم الصباح نحو المدرسة باش تسعى لفتح أول نشاط ثقافي داخل الفضاء التربوي يتمثل في نادي رسم، كما تضمنت القافلة في جانبها نشاط صحي باش تكون موجهة لمتسكني الجهة عبر تقديم جملة من الخدمات الصحية.
القفلة الصحية دي تمثل في معناتها بالنسبة للنساء الكبار جيل الكبار باش يقيسوا الدم والسكر، بالنسبة للأطفال فما حملة تاع تسوس على الأسنان، باش إذا ما عم عملية تاع أخصائي نفسيين، غاديك بالنسبة للطفولة باش يختاروا الأطفال هم باش يختاروا المحور باش يخدموا به، باش يتم غاديك كذلك نشاط كشفي ورشات وبراعات ورسم وزينة المدرسة. فكرة قافلة المساعدات كانت انطلقت من خلال نداء تقدمت به معلمة مدرسة القلاع واللي كانت في يوم من الأيام طالبة مقيمة في المبيت هذا قصد مساعدة تلاميذ مدرسة القلاع واللي تبعد 20 كيلومتر عن تستورة. شعرت المعلمة في حوارها مع تلامذتها أنهم منسيين ومقسيين، فقامت بإطلاق هالنداء لمديرة المبيت. هي كانت طالبة قاتنة في المبيت الجامعي نهج مدريد ودرس توا في المدرسة الابتدائية بالقلاع على خلفيته أنه حوار مع القسم متاعها تلامذتها أسروا لها اللي هم ما همش أحساسهم ما همش توانسة وما وحتى حد لا يتفكرهم وحتى وفد لا يجيهم ولا كار وقفت قدام مكتبهم كيف ما قاعدين يشوفوا في التلفاز وكل. مساهمة قد تكون رمزية إلا أنه الأكيد باش تكون عندها وقع كبير في نفوس التلامذة. تحول البارح العشية عدد من الصحفيين المنتميين لمختلف المؤسسات الإعلامية إلى مقر الحماية المدنية بالقيروان حاملين باقات من الورود وين قاموا بتكريم أعوان الحماية المدنية والرفع من معنوياتهم وتثمين جهودهم المبذولة في خدمة الصالح العام وفي حماية الأشخاص والممتلكات. ما هي إلا بادرة باش نهزو لهم شوية المورال ونساندوهم ونقول لهم راه فما برشا عباد وراكم وتعاون فيكم، وفي الآخر هما حماية مدنية يعني علاقتهم مباشرة مع المجتمع المدني مع المواطنين وأكيد هما منا وإلينا. يعني حركة جي على خلفية حادثة الاعتداء بالعنف اللي تعرض لها ثلاثة أعوان من الحماية المدنية، أحدهم في حالة خطيرة كانوا تعرضوا للعنف من طرف مجموعة من المنحرفين واللي قاموا كذلك بحرق شاحنة إطفاء تناهز قيمتها المالية المليون دينار. الزميل توا خرج البارح من السبيطار نستناه معناه في الطبيب الشرعي باش يعطيه، عنده اصابات مختلفه، عنده اصابه بالراس وعنده كدمات بالظهر وبالساقين وخمسه غرز بالنسبه للراس وعنده خمسه غرز. بالنسبه للشاحنه التكلفه نتاعها تتكلف بين 800 مليون ومليار و200 بالنسبه للشاحنه اللي عندنا في المليار خاطر هي والماتريال اللي فيها. بالنسبه للمواطنين في القروان متضامنين مع الحمايه المدنيه ويقدروا مجهوداتها ويعرفوا الشيء اللي قاعده تقوم به في جميع الكوارث وفي الحوادث وفي الاسعاف وفي الانقاذ، وقاعدين يقدموا في خدمات هذا مش مزيه، وقاعدين قايمين بدورنا على احسن وجه ويعرفوهم ثمنين وجميع المسؤولين والمواطنين، لكن ان شاء الله نعتبروها الحادثه هذه عابره وان شاء الله ما عادش تتعاود. وكما نشكر الصحافه اللي هي ضامنت معانا وجاتنا على عين المكان وقدموا لنا الورود وبارك الله فيهم، وإن شاء الله هذا الشيء هذا مزيدنا كان عزيمة وكان إصرار على العمل. مبادرة كان لها الأثر الطيب على الروح المعنوية لرجال الحماية المدنية واللي أكدوا أنهم باش يواصلوا العمل بنفس الروح والعزيمة من أجل خدمة المواطن والوطن. حرصا على إعادة الروح للكتاب الورقي والقراءة باعتبارها المورد الأساسي لثقافة الطفل وتأصيل كيانه، وبمبادرة من دار للنشر والتوزيع بالشراكة مع مدرسة الأمانة ساقية الدائر صفاقس انطلقت حملة اقرأ من خلال فسحة مطالعة تم تنظيمها على متن اللود في اتجاه جزيرة قرقنة. خرجنا اليوم في فسحة سميناها فسحة المطالعة اللي هي الغاية منها تنويع فضاءات المطالعة، وهذا هي آلية من آليات الترغيب في المطالعة. خرجوا الأطفال من هك الأطر المعروفة المعتادة الروتينيه نتاع القسم ولا حتى نتاع الغرفه في الدار ونخرجهم الفضاءات، وهكا تكون علاقتهم بالمطالعه علاقه اخرى تخليهم كما يحنوا للجو الاستثنائي اليوم كما يحنوا للكتاب وللمطالعه. املنا كبير ان الحمله هذه من محيطها المحلي واللي طويك ان شاء الله تتحول الى جهوي، رجائنا واملنا وطموحنا ان تصبح حمله وطنيه يتجاوب معها كل زميل مربي بالطريقة التي يرتئيها في مؤسسته. هي تجربة أولى من نوعها وين يغادر الأطفال الفضاءات التقليدية الروتينية ويخرجوا الفضاءات أرحب وأكثر دلالة وين يمتزج التثقيف بالترفيه. أنا نحب المطالعة في الطبيعة. أنا كنت جي لهنا أحسن من اللي نقعد نطالع في المكتبة المغلق ولا في الدار. أنا فرحانة خاطر على خاطر هذه فسحة
وباش نكتشف وباش نكتشف اللود ونطلع. ولأن غرس حب القراءة في نفوس الأطفال وإعداد ناشئة محبة للكتاب إضافة إلى تكوين جيل واعي ومثقف قادر على الحوار هي أهم أهداف الحملة، تسعى هذه المبادرة للارتقاء ثقافة الطفل وتشكيل بناء الفكري والتكويني من خلال تشجيعه على المطالعة في مختلف الأماكن. معتمدي الدوز هي احدى المناطق اللي شهدت اعمال نهب وسلب على خلفيه الاحتجاجات اللي عاشت على وقعها اغلب مناطق الجمهوريه، وان طالت العمليات هذه المستودع البلدي الشيء اللي ادى الى خسائر ماديه نهزت ل 122 الف دينار. اللي صار في بلادنا للاسف مؤلم جدا باعتبار ان اللي وقع للمستودع البلدي وقع في مركز الشرطه امر غير مقبول لا عرفا ولا منطقا ولا سلوكا ولا بأي شكل من الأشكال. الأحداث هذه للأسف ركبتها عصابات إجرامية وعصابات متاع سرقة وناس أخرى عندها أجندات مشبوهة ما عادت تخفى حتى على واحد. التحرك هذا على المستوى الوطني للأسف خذيه بعد إن صح التعبير أو شحنة متاع مزايدات سياسية ومتاع معناها مغالبة سياسية لا لشيء إلا لأنني عندي مشكلة مع النيابة الخصوصية هذه، وبالتالي أقف على الأقل موقف سلبي ونتفرج ونبارك بشكل مباشر أو غير مباشر التخريب والفساد. أهالي جهة المعبرين عن رفضهم لمثل هذه الممارسات قاموا اليوم بتنفيذ وقفة احتجاجية عبروا من خلالها على تضامنهم مع بلدية المكان، كما عبر المحتجين عن استعدادهم للتكفل بجبر الأضرار الحاصلة من خلال حملة لجمع التبرعات حتى يعود المرفق هذا الأداء مهامه في أقرب وقت. تلمدنا أنا ومجموعة من أصحابي من شباب دوز الكل اللي فاهموا الوضعية هذه في البلاصة هذه احتجاجا على اللي صار للبارك بتاع البلدية، والناس كل تفاهمت الوضعية باش نقفوا مع البلدية ونقفوا ضد الخراب ضد السرقة ضد النهب، باش الناس كل ابتداء من نهار الاثنين باش تم تبرعات باش تسير باش نلمدوا الناس كل تقفوا وقفة رجل واحد الناس كل باش نلمدوا البلدية ونقفوا وقفة واحدة مع البلدية والناس كل تفهمت الوضعية والناس كل مع البلدية بإذن الله. هذا وللإشارة فإنه جزء من المسروق تم إعادته للمستودع بعد دعوات كانت صدرت عن عقلاء القوم. خنقتنا شعار رفع عدد من الأهالي والجمعيات والمنظمات بمعتمدية المذيلة اللي خرجوا في مسيرة احتجاجية جابت شوارع المدينة وطالبوا بيئة سليمة وإيجاد حلول للانبعاثات السامة اللي يطلقها المعمل الكيميائي بالجهة. من جراء المعمل الكيميائي ها هو الدليل، عندي أزمة تيك مرض مزمن ونعاني منه وتعدي مدة 3 سنين. نسبة التلوث هذه ضرتنا ضرت الولاية كاملة، دخلت لنا ماء، دخلت لنا بيئة نظيفة، صغارنا كل مرضى. تصور بالنسبة للشهريات نتاع ولاية قفصة 150 مليار ماشية في الدويات. هذا وأكد المحتجين رفضهم العملية نقل معمل السياب من صفاقس للمذيلة وعبروا عن مواصلة احتجاجهم بكل الطرق السلمية المتاحة حتى تقع الاستجابة لمطالبهم. احنا في المذيلة ندافع بكل شراسة عن حقنا في تنفس هواء نقي، عن حقنا في شرب ماء صالح للشراب، عن حقنا في بيئة وفي بنية تحتية سليمة. حبوا أولادنا ويعيشوا في بيئة نظيفة يزينا من الإهانات، حبوا أولادنا زاد البطالة يلقوا خدم. كما دعت المسيرة السلطات المعنية بالتدخل لإنقاذ البنية التحتية اللي يرجع أغلبها لعهد الاستعمار الفرنسي، وطالبت بإيلاء العناية اللازمة بالمستشفى المحلي اللي يفتقر الأبسط الضروريات على حد تعبير الأهالي. أخباري نجمو تشوفوهم على نوتر سيت ويب www.nisma.tv partie replay والا على باج فيسبوك نسمة تي في.